السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية جديدة نرسل من خلالها أهم أخبار الصحف المحلية. نبدأ جولتنا الصحفية مع صحيفة أخبار الخليج، ونطالع منها أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التقى أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مقر إقامة جلالته في أبوظبي، وذلك بمناسبة زيارة جلالته لدولة الإمارات. وتبادل جلالة الملك المعظم وصاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خلال اللقاء الأحاديث الودية التي تعبر عن الأواصر الأخوية المتينة والخاصة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات الشقيقة، والحرص المتبادل على مواصلة ترسيخها بما يعزز التعاون والتنسيق المشترك على جميع المستويات. ولا نزال مشاهدين مع صحيفة أخبار الخليج، ونستعرض منها أبرز ما جاء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي ترأسه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء يوم أمس في قصر القضيبية. ننتقل مشاهدينا لصحيفة الوطن، ونقرأ أن معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني رئيس مجلس إدارة ممتلكات أكد مواصلة مكلارن جهودها في مجال الابتكار وتعزيز الأداء وتجسيد روح التميز والعمل الجاد والتصميم الذي يتميز به الفريق الذي أسهم في تحقيق نجاحه وفوزه بالمركزين الأول والثاني في سباق جائزة المجرة الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، مؤكدا معاليه أن تتويج الفريق بهذا الإنجاز العالمي واعتلاءه لمنصات التتويج الأولى يأتي ثمرة للجهود التي يوالي بذلها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمواصلة تعزيز ودعم رياضة سباقات السيارات في مملكة البحرين. How's it feel?
قالت صحيفة الأيام أن المركز الإشرافي بالمحرق افتتح أبوابه برئاسة المستشار الدكتور علي الشويخ أمام الناخبين لليوم الثاني على التوالي، وذلك لاستقبال مراجعات الناخبين استعدادا للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى في محافظة المحرق، والتأكد من أسمائهم وتلقي الاعتراضات على جداول الناخبين وطلبات تعديل العناوين وإدراج الأسماء. هذا وأشار رئيس اللجنة الإشرافية في الدائرة الأولى بمنطقة المحرق إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالعملية الانتخابية شهد زيارة عدد من المواطنين له للاستعلام عن بياناتهم والتأكد من وجود أسمائهم، لافتا إلى أن عملية عرض جداول كشوف الناخبين ستستمر حتى يوم السبت المقبل. أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج العربي لويجي دي مايو لصحيفة الأيام على الأهمية التي تحتلها مملكة البحرين بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشددا على موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لمبادرات مملكة البحرين خلال القمة العربية 33. وفي الشأن الاقتصادي نقرأ من صحيفة الوطن أن مؤسسة التنظيم العقاري أصدرت ضوابط جديدة لتنظيم الإعلانات العقارية عبر جميع وسائل الإعلان الرقمية والمطبوعة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في السوق العقارية. وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله الخليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن الضوابط الإعلانية الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق المتعاملين في القطاع العقاري ودعم الاستثمار الآمن في هذا المجال من خلال تنظيم عملية الإعلان العقاري وضمان اتساقها مع المعايير المهنية، مما يساهم في ضمان الممارسات السليمة والقانونية في التعاملات وضمان الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. ومن صحيفة البلاد نقرأ أن الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء قال أن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ستشارك للمرة الأولى في مدينة الشباب 2030 بنسختها 13 ببرنامج محطة الفضاء للفئة العمرية ما بين 9 سنوات حتى 14 سنة. وأكد العسيري أن البرنامج تم إعداده من قبل الكوادر الوطنية في الهيئة بهدف التعريف بعلوم الفلك والفضاء
وأنواع المركبات الفضائية وطرق صناعتها والتعريف بالاستشعار عن بعد وأهميته، مشيرا إلى أن تأسيس أجيال واعية بعلوم الفضاء وأهميته يشكل ركيزة أساسية في بناء قاعدة وطنية متميزة ذات مستوى علمي متقدم في قطاع الفضاء ترتقي باسم مملكة البحرين إلى مصاف الدول المتقدمة. ومن صحيفة البلاد نطالع أيضا أن رئيس الاتحاد العربي للتطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الكلمة الطيبة حسن بوهزع صرح بأن جائزة سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة للعمل التطوعي مستمرة بنسختها 14 وستركز على تكريم أبرز الشخصيات من رواد العمل التطوعي على مستوى العالم العربي، وذلك تقديرا لما يقدمونه من تضحيات كبيرة لخدمة مجتمعاتهم واعترافا بدورهم الإنساني النبيل، مبينا أن اختيار هذه الشخصيات يتم وفق آلية ومعايير موضوعية تحرص عليها اللجنة المنظمة بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع. وبهذا الخبر مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.